إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا بيك في قناة عالم الكوكتيل وطيور الزينة. عصفور الكوكتيل قرر الانتحار. طب إيه السبب في الموضوع ده؟ وإيه اللي وصل العصفور لحاجة زي كده؟ إيه هي الحالة المرضية اللي ممكن توصل عصفور عندنا لحاجة زي كده؟ أو إيه الظروف اللي ممكن تحصل له تخليه يعمل كده؟ ده اللي إن شاء الله أنا هعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني. اهلا بيك من جديد. طيور الزينة كائنات غاية في الاحساس والرقة. اي نعم ما عندهاش مشاكل نفسية ولا عاطفية زي ما احنا بيبقى كبني ادمين عندنا، ولكن الطيور بتبقى عندها برضو مشاعر واحاسيس بتبقى خاصة بكل زوج موجود معاه. يعني لو الذكر معاه انثى بتلاقي الذكر بيكون وافي جدا للانثى بتاعته اللي موجودة معاه في القفص. لو في بعض الحالات لو لا قدر الله الانثى حصل لها حاجة، مات او حصل او طارت او اي حاجة، ممكن تلاقي ان الذكر يمتنع عن الاكل لحد ما يوصل لمرحلة الوفاة. اللي حصل معانا هنا ان في حالة مرضية ظهرت على العصفور دوت اتسببت في ان هو فقد الكتير او الوزن الكبير، وبدأت مقاومته كمان تضعف زي ما انتم شايفين كده ماسكه ما بيحاولش ان هو يعضني. طبعا هو اليف سواء كده او كده ما كانش هيعضني، بس برضه المفروض كان يقاوم، يبقى وقفته وشكله احسن من كده، ما يبقاش هزيل زي ما هو باين. هحاول اوريك كده شكله عامل ازاي من الكاميرا. اه شايفين الصدر بتاعه بقى نحيف جدا، العظمة بتاعت الصدر بارزة على عكس ما كنت بقول لكم دايما لما نيجي نشتري يكون العظمة تكون كويسة وباينة ان هي ما يبقاش، يعني ما يبقاش العصفور نحيف. زي ما انتم شايفين كده واقف هزيل، وزنه خفيف، في زي اثار مية موجودة على راسه من فوق او بلل، واقف كده عمال بيترنح كده يمين وشمال. الحالة اللي معانا ديت ده على عصفور جاله حالة مرضية، أكل حاجة تقريبا من أرضية القفص، أو أكل حاجة من الطيور أو من الفضلات، أو حصل له لأي ظرف سبب أدى لأن العصفور يكون نحيف. شايفين حتى لما بسيبه بيقع على وشه، مش بيعرف يعدل نفسه على طول. الحالة اللي زي دي كده العصفور بيفقد فيها، بيبقى مرض معوي، فالعصفور بيفقد فيها الشهية للأكل. ما ينفعش انك تسيب العصفور وتقول لا خلاص يعني هو لما يحب ياكل هياكل، لا لازم تكون بتتابع العصفور بتاعك باستمرار. الوضع اللي عندنا هنا ان العصفور فقد الشهية للاكل تماما بسبب مرض معوي. شايفين حتى عمال زي ما بيكون بينام على نفسه عمال بيقع كده على طول. اول ما بنلاقي حالة زي كده بنبدأ ندي مطهر او دواء على حسب الحالة. انا شايف هنا ان المرض اللي عند العصفور دوت نتيجة ان انا بلاحظ الفضلات بتاعته، فلقيت ان الفضلات لونها متغير، فلقيت ان المرض دوت معوي، فهديله دواء للامراض المعوية. انا هنا بستخدم دواء اللي هو اسمه كوليستين سلفات، حليت جزء منه على المية. شايفين حتى لما بطلع العصفور فوق ما بيقاومش حتى ولا يطير في المكان، رغم ان المكان بالنسبة له جديد، المفروض على طول يجري ويبدأ يطير. هنا هبدأ اديله بقى الدواء الشرب الاول، هشربه في بقه على طول، نفس المكان بتاع الاكل اللي باكل فيه يدوي هو المكان اللي هشربه فيه الميه. السرنجه دي 3 سنتي انا حالل فيها الدواء، هنكتفي بس ان احنا نديله نصها، انا مليها على الاخر، فانا كده معدي التلاتة، انا كده تقريبا ده كده 4 سنتي او 5 سنتي كمان، فانا هديله بس النص وهسيب الباقي. ما تديش ميه كتير لما يكون العصفور مريض، حاول ان الدواء يكون هو اهم شيء تركز عليه. بعد ما هديله الدواء مش هينفع ان انا اكله يدوي على طول، طبعا بما ان العصفور فقد الشهية للاكل فما ينفعش ان انا اسيبه من غير اكل، وبرده ما ينفعش ان انا اكله على طول مباشرة بعد الدواء. اول شيء اعمله مع عصفور زي كده لازم طبعا ان انا احطه في قفص زي اللي انتم شايفينه فيه دوت، ده قفص عزل انا بحط العصفور فيه، والقفص دوت المفروض يكون الارضية بتاعتها تكون برده من السلك على سبيل ان العصفور ما يقدرش يطول الارضية اللي موجودة في القفص. فلو لا قدر الله لو عنده مرض معوي او تنفسي ايا كان المرض، ما يبقاش العصفور يقدر ياكل من فضلاته فالمرض يرجع او يفضل مستمر فيه. فزي ما احنا بنعمل كده بنحطه في قفص يكون البعيد عن الفضلات اللي موجوده في الارضيه، وبتابع العصفور بتاعي وبوفر له التدفئه وبوفر له جو هادي، طبعا مع وضع في الاعتبار ان لازم يكون المكان فيه تهويه جيده وبعيد عن الطيور التانية. ده منتج التاكيل اللي انا باكله، ده منتج A21.
اهم شيء في منتج التاكيد برضو خد بالك لما تيجي تستخدم تتاكد من ان الصلاحيه بتاعته تكون لسه شغاله. هنا اهوت عندنا الصلاحيه بتاعت المنتج ده ما شاء الله لل 25/7/2019، فكده هو لسه فيه ما شاء الله لسه فيه 7 شهور قدام، فكده الاكل كويس مفيش فيه اي مشكله. ببدا اجهز الاكل بتاعي، طبعا انا جهزته عشان بس ما اطولش عليكم، جهزت الاكل بتاعي. لما تيجي تاكل العصفور ما تاكلوش لحد ما معدته تتملى، بالاخص لما يكون العصفور كمان مريض مش هيقدر يهضم كتير. حاول لما تيجي تاكله تبقى وجبات صغيره ومتكرره، وما تاكلش الا لما يكون العصفور هضم الاكل اللي انت اديتهوله في البدايه. في حاجه بقى مهمه في موضوع العلاج، انك تعالج العصفور بتاعك، ان انت باستمرار لازم تواظب على الدواء بتاعه كل يوم لمده 5 ايام او 7 ايام على حسب ما مكتوب على الدواء والجرعه بتاعته المفروض ناخدها قد ايه. حاجه كمان، لازم نعزل العصفور بتاعنا اول ما نتاكد او اول ما يبان عليه اعراض للمرض. والحاجه الاخيره التدفئه، وانك تعزل الطير بتاعك، ده من عوامل النجاح في انك تعالج العصفور بتاعك. اتمنى يكون الجميع استفاد من الفيديو. لو ما اشتركتش في القناه حالا دوس سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات الجديده، ولايك لو الفيديو استفدت منه حاجه، وشير لو شايف ان غيرك ممكن يستفاد بيه. كده خلصنا الفيديو بتاعنا، في انتظار تعليقاتكم واسئلتكم حوالين الموضوع. في رعاية الله.